أول ما ينطق لساني أمدح نبينا وسماته، طه جميل المعاني زي القمر في سماته. من رواية الشاعر عادل صابر. أهلا بكم معنا أعزائي المشاهدين، يتواصل الحديث حول فنوننا التراثية القولية. أرحب بضيفي الكريمين داخل الاستوديو، الشاعر الأستاذ عبد الله أحمد عمر أبو غدية من مركز فرشوط بمحافظة قنا، أهلا بك معنا، والشاعر الشاب سامي الهواري من قرية القصير بخانس بأبو تشت محافظة قنا، أهلا بكم معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. طيب عبد الله، يعني إحنا نقول بدايتك إزاي مع الفنون القولية وعشقك للمربعات ولفن الموال على وجه الخصوص يعني؟ والله بالنسبة للفنون القولية الشفهية يعني تحديدا بدأت معايا من 5 سنوات. بالنسبة لي أنا فن الواو فن حكمة. زي ما بيقولوا المسرح أبو الفنون، أنا بالنسبة لي فن الواو أبو الفنون. أبو الفنون القولية. أبو الفنون القولية. لأن فن الواو فن مكثف ويحمل في طياته الحكمة والموعظة. إبداع، فن مبدع. وسامي برضو يعني الجميل ان دي احنا بنتكلم عن تراث، ويمكن جيل الشباب اليومين دول منبهر بما هو يعني كل ما هو حديث اتفقنا او اختلفنا عليه، لكن انت برضو يعني كشاب ايه اللي استهواك في الفنون القوليه التراثيه القديمه جدا دي وبتبدع بيها ومتحمس ليها خالص يعني. السيره الهلاليه. السيره الهلاليه هي بدايه الهوايه ان كنت اول ان اسمعها يعني، فمن خلالها يعني نغم السيرة قريب من نغم المربع الواو. هو كلها هي عبارة عن مربعات. هي عبارة عن مربعات. تمام. فمن ساعتها دي أنا يعني ما كتبتش من كثير، أنا أعتبر من سنتين بدأت كتابة، مش كثير. طب يعني السيرة الهلالية كان زمان وسائل الإعلام بسيطة جدا، فكان يجيبوا شاعر الربابة في القهوة أو في المقهى كده في السامر ويقول، والناس كانت الوسيلة الوحيدة إنهم للترويج على النفس. دلوقتي بقت في وسائل يعني منتشرة كثيرة جدا، هل لحد النهارده في جيل شباب من سنك انت بيسمع السيره الهلاليه؟ في في بتسمعوها ازاي يعني، في قعدات مثلا ولا في قهاوي ولا ولا لما خلاص؟ لما اكون، لا مؤاخذه في كلامك استاذنا، لما اكون في فرح مثلا بيجي طبعا الشعر اخر الفرح خالص، زي ما نقوله ساعه الطرب دي، الناس عايزه تسمع. اقرب حاجه السيره الهلاليه على الرباط. موجودين ومحببين لحد النهارده، والناس وحتى جيل الشباب انتوا بتحبوا معنا. حتى لو انه هيتعاد كذا مره، بس انت خلاص انت متقن الحاجه دي، مقتنع انت وبتسمعها وكده. طيب عايزين نبدا معاك كده في مديح الرسول صلى الله عليه وسلم. هتقول لنا موال ولا مربع؟ نقول موال. موال ماشي. من مكه طلع الهدى، ربك كريم ما بلاه، على خلق رجها نشف والدعوة جات بلاه، من الكعبة شق النور حققت لي مطلبي، من العشق فيك يا نبي قلبي أمن بالله. لا إله إلا الله. تاني ونفك. من مكة. من مكة طلع الهدى، ربك كريم ما بلا ما بلهوش. ما سبوش يعني. من مكة طلع الهدى، ربك كريم ما بلاه، على خلق رجها نشف والدعوة جات بلاه. تمام. بلت الريق. بلت الريق بتاع الكفر بتاع زمان يعني. بالكعبة شق النور حققت لي مطلبي، من العشق فيك يا نبي قلبي أمن بالله. لا إله إلا الله. نعرج الدور ده بقى. من مكة طلع الهدى، ربك كريم ما بلاه، على خلق رجها نشف الدعوة جات بلاه، من الكعبة شق النور حققت لي مطلبي، من العشق فيك يا نبي قلبي أمن بالله. لا إله إلا الله. شاعرنا عبد الله أحمد، نقول بقى في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: عاشق جمال النبي قلبي في حبه أسير، جانا هداية ونور على سن توبة أسير، قلبي في مدح جلا ولا كرب شافته العين، ده بالصلاة عزين يتحل كل عسير. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نقول تاني: عاشق جمال النبي قلبي في حبه أسير. تمام. ملك قلبي. جانا هداية ونور على سن توبة أسير. نمشي ماشيين على سنة صلى الله عليه وسلم. السلام. قلبي في مدح جلا ولا كرب شافته العين، ده بالصلاة عزين يتحل كل عسير. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه، عليه الصلاة والسلام. نعرج الدور ده ثاني: عاشق جمال النبي قلبي في حبه أسير،
جانا هدايه ونور على سر قلوب اسير قلبي في مدح الجلا ولا كرب شافت العين رب الصلاه عزين يتحل كل عسى. نروح بقى للشاعر سامي نحول بقى هنحول على الدنيا بقى والظهر والقاسي علينا الظهر ولا الدهر؟ الدهر بالدال ولا بالظهر؟ لا بالدال بالدال الظهر هيبقى ظهرك انت لكن الظهر اللي هو السنه الظهر الزمن تمام تمام قاسي علينا الظهر ويا ما شفنا ليه همات ماتت ليالي الصفا وحزننا لمات دقيت ببان الوفا ما فتح لي ابدا باب بصيت على الاحباب متفرق اللمات الله ثاني يا سامي قاسي علينا الظهر ويا ما شفنا ليه همات همات بهم قاسي علينا الظهر ويا ما شفنا ليه همات ماتت ليالي الصفا وحزننا لم مات ما ماتش دقيت ببان الوفا ما فتح لي ابدا باب بصيت على الاحباب متفرق اللمات وتنفع على فكره اللي عنده لا يعني اللي بيعاني من الام في الظهر وعنده الغضروف اكيد لما يسمع الدور بتاعك يقول لك والله يا ولدي ما كدبت ايوه قلت له اه قول قاس علينا الظهر نفسه قاس عليه بقلبه تمام نعرج الدور ده نعرج الدور ده قاسي علينا الظهر يا ما شفنا ليه همات ماتت ليالي الصفا وحزننا لمات دقيت ببان الوفا ما فتح لي ابدا باب بصيت على الاحباب متفرق اللمات الله نقول بقى عبد الله في نفس الايه في الاحمر يعني نقول على الدنيا نقول على الدنيا دنيا وفيها التعب على الفجر على الكتف برك الشقى حالي في يمين ما يقوم ظبين في بطن الهم شدني فيها يدوم فيها ظبين وزوم وبتاع لا عايز فك ده بقى بنقول دنيا وفيها التعب على الفجر فاتحه الزوم الزوم طبعا زوم بتاع الكاميرا لما بتفتح الزوم انت بتكبر فهي بقى على الفجر فتحة جايبة لقطة واسعة خالص بالضبط كده على الكتف برك الشقى حالي في يمين ما يقوم الشقى والتعب حط على الكتف برك وحالي في يمين ما يقوم ظبين في بطن الهم حضنين يعني حضنين يقول لك ظبوا يعني حضنين. يعني يحضر ظبين في بطن الهم شاربين نزيف الجرح تدينا يوم الفرح والحزن فيها يدوم يوم واحد بس يوم واحد فرح. بس والحزن فيها والباقي كله هم يعني الهم. لا إله إلا الله نعرج الدور ده ثاني نعرج دنيا وفيها التعب على الفجر فاتحة الزوم على الكتف برك الشجع حال في يمين ما يقوم زبين في بطن الهم شربين نزيف الجرح تدينا يوم الفرح والحزن فيها يدوم الله تدينا يوم الفرح والحزن فيها يدوم خلينا في الأحمر برضو يا سام ماشي ماشي زرعت ليك النخل بالقوع في لباني وزعقت فيك الآه ولا حد لباني يا مزودال الجفا شربت مرك خام الواطي بيت رخام وانا بيتي لباني الله ثاني زرعت ليك النخل بالقوع في لباني القعف اللي هو ايه اللي هو الجريدة الخضراء بتاعت النخلة ضربان يعني لبان يقول لبوا على لبوا على ظهره يعني اديله زرعت ليك النخل بالقوع في لباني وزعقت فيك الاه ولا حد لباني حد سمعني ولا قال لي لبيك يعني يا مزودال الجفا شربت مرك خام الواطي بيت رخام وانا بيتي لباني من الطوب اللبن يعني لسه خالص بخيت يا سلام وده حال الدنيا ده يعني. على الله نقول تاني عرج زرعت ليك النخل بالقوع في لباني وزعقت فيك الآه ولا حد لباني يا مزودال الجفا شربت مرك خام الواطي بيت رخام وانا بيتي لباني الله خلينا برضو في نفس الايه نفس الغرض في الاحمر في الاحمر هنقول تعبتنا دنيا الغل بصاب المرار في الكاس الحزن جاي بحصان والفرحه عمي انداس من جيبها عطيه الردي وبخت الرجاي المال ده الحسبة لو بالمال وزن الأصيل بالماس تاني تعبتنا دنيا الغل بصاب المرار في الكاس تمام رجعنا المرار حنضل في الكاس الحزن جاي بحصان والفرحة عمي انداس الحزن طبعا جاي راكب حصان بيدوس على الفرح بيدوس على الفرح القوة والسرعة جاي بسرعة يعني قوي الحزن جاي بحصان والفرحة عمي انداس من جيبها عضي الردي وبخت الرجاي المال
جد الردي وسنداء وبختريين المال. ده الحزبة لو بالمال وزن الأصيل بالماس. يعني المسألة مش مسألة فلوس ولا مال. لو كانت تحسب كده يبقى الأصيل أكبر بكثير بقى بالماس يتوزن بقى. يتوزن بالماس وأكثر. أنفس أنواع المال يعني يعتبر المال. نعرج الدور ده ثاني. تعبتني دنيا الغلب صب المرار في الكاس، الحزن جاي بحصان والفرح عم ينداس، من جيبها عطي الردي وبخت الرياي المال، الحزبة لو بالمال بخت الأصيل بخت الأصيل بالماس. الله نقول بقى معك برضه في الأحمر إن شاء الله معك. ماشي يا دنيا سنة. حالك عجب والعقل من الحر فيك تغلب جور الزمن شمار، دايرة رحايا الوجع تطحن في مر وجفا، عطي الأصيل القفا واخد الردي بالباء. الله قول تاني فيها شوية مفردات كده وألفاظ جميلة يعني. يا دنيا حالك عجب والعقل منك شاط. تمام اتحرك. الحر فيك تغلب جور الزمن شماط. شماط مضرب ما يضرب ضرب يقول لك ايش مضرب شماط اداله شمطة يعني اداله ضربة جامدة لطشة واحدة ضربة موجعة يعني بقول الحر فيك تغلب جور الزمن شماط، دايرة رحايا الوجع تطحن في مر وجفا، عطي الأصيل القفا واخد الردي بالباء. الأصيل مديله ظهره، الدنيا دائما بتدي للأصيل ظهره وتاخد الردي بوشها بالباء. بس هي ما دنيا مهما كان يعني الفايز فيها خسران زي ما بقول لك. نعرج الدور ده ثاني. تمام. يا دنيا حالك عجب والعقل منك شاط، الحر فيك تغلب جور الزمن شماط، دايرة رحايا الوجع تطحن في مر وجفا، عطي الأصيل القفا واخد الردي بالباء. الله عبد الله أحمد أبو غدية الله يخليك يا صاحب الله. هنقول بقى على الصحاب. عن الصاحب. عن الصاحب. برضو في الأحمر شغالين. في الأحمر. يلي تريد أصحاب نقي أساس عالي، قربت من الردي مرتاح في يوم بالي، وكثير صنوف البشر زي القماش أنواع، مش كل توب يتباع توب الرجال غالي. تاني. يلي تريد أصحاب نقي أساس عالي، نقي أصحابك طبعا. قربت من الردي مرتاح في يوم بالي. قربت من الردي مرتاح في يوم بالي، وكثير صنوف البشر زي القماش أنواع، مش كل توب يتباع توب الرجال غالي. ودائما الانسان لما بيقرب منه الانسان الردي اللي مش كويس بيتعبه ما بريحش قربت من الردي قربت من الردي مرتاح في يوم بالي. مرتاح في يوم بالي ما تعبني. نعرج الدور ده. يلي تريد اصحاب نقي اساس عالي، قربت مني من الردي مرتاح في يوم بالي، وكثير صنوف البشر زي القماش انواع، مش كل توب يتباع توب الرجال غالي. الله مش كل توب يتباع توب الرجال غالي. قول يا غالي. جد القليب بالتعب من قله النخوة يعني. جد القليب بالتعب من قله النخوات، والعمر لما تنهب صاب العقل الاخوات، قس يا اهات الزمن لما تاجم الخلان، يوم جرح نخ ولان زادوا التعب الاخوات. عن الاخوات المقصود بها الاصحاب او الاخوات اللي هو بيحصل بينهم من بعض تشمل الناحيتين مشاكل. قاسي علينا جد القليب بالتعب. جد القليب بالتعب من قله النخوات. النخوه ما فيش نخوه ولا رجوله. العمر لما تنهب صاب العقل الأخوات يعني لوسة جنون. جنون الله نور عليك. والعمر... أنا عنده يقول لك عنده خوتة. مخوت. مخوت. والعمر لما تنهب صاب العقل الأخوات، قسيا أهات الزمن لما تاجم الخلان، يوم جرح نخ ولان زادوا التعب الأخوات. يعني يوم يوم ما خف الجرح هم اللي زودوا عليك الألم فتحوا ثاني. يا ساتر رب. يلا نعرج الدور ده. تمام. جد القليب بالتعب من قلة النخوات، والعمر لما تنهب صاب العقل للإخوات، قسي أهات الزمن لما تاجم الخلان، يوم جرح نخ ولان زاد التعب الإخوات. الإخوات. قول يا أبو غدية. ابن الأصول الوفي قولوا نغم معزوف، ابن الأصول الوفي قولوا نغم معزوف،
زي انفعاله الادب ينكرش يوم معروف. نصيحة مني يا خال، الكل منها اكتسب، في الصحبة او في النسب نجي اصيل معروف. الله. تاني ابن الاصول الوفي قولوا نغم معزوف زي الموسيقى. معزوف للعزف. من العزف. زي انفعاله الادب ينكرش يوم معروف. نصيحة مني يا خال، الكل منها اكتسب، في الصحبة او في النسب نجي اصيل معروف. نجي اصيل معروف. معروف الصحبة او في النسب. او في النسب نجي اصيل معروف. تمام. يعني دائما الانسان يقول لك على الاصل دور. على الاصل دور. نعرج الدور ده. ابن الاصول الوفي قولوا نغم معزوف، زي انفعال الادب ينكرش يوم معروف. نصيحه مني يا خال، الكل منها اكتسب، في الصحبه او في النسب نجي اصيل معروف. في الصحبه او في النسب نجي اصيل معروف. ده كلام معروف اكيد. نقول يا هواري، خد عبره من الايام اللي ودي تقطعهوش، كم اخ جار على اخوه رغم الجفا مهنوش. انظر لحال يعقوب مع ولده في القرآن، يوسف عليهم هان وهم عليه مهنوش. تانية، خد عبرة من الأيام الود تقطعهوش، كم أخ جار على أخوه رغم الجفا مهنوش. انظر لحال يعقوب مع ولده في القرآن، يوسف عليهم هان وهم عليه مهنوش. في النهاية قال لهم لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. يعني هنا عايزين نقول الاخوه مهما كان بينهم بعض ما يهونوش على بعض، ما يهونوش في لحظه معينه. ما هي الحكمه هنا في الفن ده، لازم البيت الاخير ده وقف. زي ما قال الاستاذ عبد الله في البدايه انه الحكمه اساس الفن ده. تمام. في القفله في النهايه بالجفلة. الحكمه اساس، المفروض انك انت تطلع من الليله دي كلها بحكمه. ايوه، في البيت الاخير ده اهو كده. عرج الدور ده. ماشي. خد عبره من الايام الود تقطعهوش، كم أخ جار على أخوه رغم الجفا مهنوش. انظر لحال يعقوب مع ولده في القرآن، يوسف عليهم هان هم عليه مهنوش. نفس الكلام برضو. ابن الأصول اتعذر ملت الزمن هلكاه، جارت عليه الأيام جنبع يا ناس ملكاه. الدنيا جاية بقسى كرباجها يلبع لبع، لما نخي يوم السبع لقي متعصى ملكاه. تاني ونفكها. ابن الأصول اتعذر ملت الزمن هلكاه. ابن الأصول لما تعب بالحال ملت الزمن مال عليها هلا. قضى عليه. قضى عليه. تعب. جارت عليه الأيام جنبع يا ناس ملكاه. ملكه. باع الملك بتاعه. الدنيا جاية بقسى كرباجة يلبع لبع. لما نخ يوم السبع لقي متعصى ملكاه. السبع أول منخ. ملكاه. لقي متعصى. كثرة العصا عليه. كثرة العصا عليه. لكن لما كان في قوته كان كله خايف. وده الجبن بعينه يعني. يعمل له ألف حساب. أول مناخ السابع لقي مئة عصا ملكه. استغلوا بقى ضعفه. استغلوا ضعفه. نعرج الدور ده ثاني. ابن الأصول تعذر ملت الزمن هلكاه، جارت عليه الأيام جنبع يا ناس ملكاه. الدنيا جاية بقسر كرباجة يلبع لب لب لب. لما نخ يوم السبع لقي مئة عصا ملكه. لما نخ يوم السبع لقي مئة عصا ملكه. ده نموذج شفناه معاكم أعزائي المشاهدين من الفنون القولية، فن الموال الرباعي أو اللي بيسموه الأعرج. أربع شطرات، الأولى متطابقين أو يعني السجع فيهم واحد، والثالثة مختلفة عنهم، والشطرة الرابعة تعتبر القفلة بتاعة الموال أو الحكمة بتاعة الموال أو الرسالة اللي عايز يوصل بيها الموال. بنشكر ضيوفنا الكرام في نهاية حلقتنا النهاردة، الشاعر عبد الله أحمد عمر أبو غدية من مركز برشوط محافظة قنا، أهلا بيك معنا. شاعر الشاب سامي الهواري من القصير بخانس بمركز أبو تشت محافظة قنا. وبنختم الجول قصدين مدح النبي سيد تهامة، من شرف الكون بالدين والمعجزة والكرامة، نصلي على النبي. Thank you.